مجاهد، عالم، بطل معاصر، ظل يقاتل الغزاة حتى لا يطأوا أراضي المسلمين، فاستجاب الله عز وجل دعاءه وسلم الإسلام من غزو الغزاة. يا ترى من هذا البطل المعاصر؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير من بعثه الله رحمة للأنام محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وانعم على عبدك وخليلك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم عليه تسليما كثيرا. من مصادر العزة أن لا يقبل المسلم بالذلة والمهانة، فالدين الإسلامي دين يربي أتباعه على العزة والشرف والبسالة والبطوء. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. المسلم عزيز ما يقبل الذل والمهانة، والشريعة ربت الأتباع على هذا الشرف. لكن هذه العزة ليست عزة بطش واعتداء وظلم أبدا، هذه الأنفة أنفة ما أقبل أحد يعتدي علي ولا على عرض مسلمين أو مسلمات. هذا البطل والمغوار والمجاهد المعاصر اللي ما زالت صوره موجودة، عودة إلى الوراء قليلاً، والده اسمه المختار بن عمر، أمه اسمها عائشة. أراد هذا الرجل القبلي، وهو أصوله ترجع إلى قريش، أصول هذا المختار ترجع إلى قريش القبيلة العربية، لكنه مقيم في أفريقيا. أراد أن يحج ويصطحب معه زوجته، وذاك الوقت الحج ليس مثل الحج الآن. يعني الحين الحج بحمد الله عز وجل يمكن قبل عرفة بيوم أو يومين يركب الإنسان الطيارة ويدرك الحج بكله، حج التمتع، يعتمر ويحج ويرمي ما فات شيء، لا من الواجبات ولا من الشروط ولا من الأركان. ذاك الوقت الناس تحج قبل موعد الحج بشهر أو شهرين، مسيرة شهر. النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة 9 أيام. طيب كيف اللي يجون من أفريقيا ويعبرون البحر؟ والله معاناة لا يعلمها إلا الله عز وجل، والله يكتب أجرهم. سبحان الله، وفي الطريق مات هذا المختار، خلف ابنا سماه عمر حبا في عمر بن الخطاب، فالابن اسمه عمر المختار ابن عمر. هذا الإنسان نشأ في بيئة طيبة، الأم ربت تربية سليمة، رجل يتيم. وفي هذا أيضا قضية مهمة جدا، هي رسالة لكل مشاهد مشاهدة: لا تتصور أن صلاح الأبناء مرتبط بوجود الآباء، فهذه الأم لا تنهار إذا قدر الله على زوجها الموت وتفكر بعيالها بيضيعون، من يربيهم، مات أبوهم. الله جل في علاه هو الذي بيده إصلاح الظاهر والباطن، قلوب العباد كلها بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء.
قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يتيم قاد آلاف المجاهدين، فلا تحزن على أبنائك إذا شعرت أن يومك قريب وتقول هذا من يتابعهم، ولا تحزنين إذا مرضت مرض الموت وخلفت وراك أبناء من يتابعهم ومن يربيهم. أنت تروحين وأنت تروح، لكن الله موجود. فاصل ونواصل. عودا على بدء بعد الحمد لله رب العالمين، أول ما علم عمر المختار بأن الغزاة الغربيين قرروا احتلال بلده ليبيا، تحول من إنسان داعية متفرغ للتعليم وحلقات التحفيظ إلى مواجهة هؤلاء الغزاة، لأنه لا يمكن لمسلم أن يقبل أن تغزى دولته وبلده من ناس على غير دينه وملته، يدنسون العرض ويهتكون الأستار ويأخذون الأموال ويستبيحون الدماء. أنفة الرجل المسلم تأبى مثل هذا، وفعلا تحول من إنسان متفرغ للدعوة والتعليم إلى إنسان لا أقول مجاهد فقط بل مجاهد ومعلم. تصور الذين أرخوا لعمر المختار وكتبوا عن سيرته ممن عاصره تصور، يختم القرآن في كل أسبوع مرة. لاحظ رغم الجهاد، ها جهاد وجهاد مو طيارات، جهاد يركب على الفرس مسيرة يوم أو نص يوم ويرجع كر وفر، مع ذلك يختم القرآن في كل أسبوع مرة مع قيام ليل يوميا، قيام بالليل جهاد بالنهار، وظل سبحان الله حتى آذى هؤلاء الغزاة المعتدين، قتل منهم من قتل. ولما شعر هؤلاء الغزاة بأن وراء هذه العمليات الاستشهادية البطولية وراها رجل مدبر، طلبوا مدد من الحاكم، وفعلا أرسل لهم جيش ضخم وبنوا في هذا البلد الإسلامي سجن هو أكبر سجن في مر التاريخ، وأكبر سجن وضع في ناس على مر التاريخ. وضع في هذا السجن 80,000 مسلم ومسلمة، تصور شوف الإيذاء، 80,000 مسلم ومسلمة يوضعون في سجن نهاية القدرة الاستيعابية لها 10,000، حشروهم حشر من باب الإيذاء. وفعلا وضعوا بعض الكمائن حتى تم إلقاء القبض على بطلنا عمر المختار، تم استدعاء إلى قائد هؤلاء الغزاة، فطلب منه طلب على سبيل المساومة، يعني تبي أطلق سراحك تطلب من القبائل هذه البدوية المجاهدة أن يرمون السلاح ويستسلمون، فإذا سأطلق سراحك. بالنسبة لأي إنسان عادي قد يكون بالنسبة لعرض مغري، المهم أطلع، أنا أطلع المهم أعيش. لكن الأبطال أحيانا والله تتساوى عند الحياة والموت، المهم أعيش كريم، أعيش شريف، المهم ما أنهان. إذا الشرف أني أموت في سبيل الله أموت في سبيل الله، لن أتنازل عن ديني مقابل أن يطلق سراحي، لا 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 لا، أموت عندكم في السجن لكن أموت شريف، أموت مرفوع الرأس. فأبى، قال: نحن نموت الواحد تلو الآخر ولا نسلم البلد للغزاة. شوف يقول هو مأسور يقول هذا الكلام، ما هاب السجن ولا هاب القتل ولا هاب الإعدام. فعلا حكم عليه بالإعدام وأعدم، لكن الله عز وجل اقتص ممن آذاه
هذا القائد الذي ألقى القبض عليه سجن في نهاية مطافه ومات في السجن، وجمع الله له السجن والمرض. وقائد الدولة علقت جثته في أعظم ميدان في الدولة. بطلنا مات باسل، ومن ظلموه وآذوه لهم الذلة والصغار. بحمد الله عز وجل أمة الإسلام ولادة للأبطال والشجعان.